كنا بنتكلم عن حاجات كتير تخص البشره والشعر، والنهارده هكلمكم عن تقنيه المايكرو نيدلينج. ايه المايكرو نيدلينج دي؟ تعالوا نشوف. النهارده هكلمكم عن اول حاجه، وهي الفرق بين الديرما رولر، طبعا كلنا عارفينها، والديرما بن، مش كتير يعرفها بس هقول كل تفاصيلها النهارده، والديرما بلاننج. نبدا بالديرما رولر. ايه هي الديرما رولر؟ هي عباره عن اداه بيبقى فيها زي سنون صغيره كده، دي ينفع استخدمها في البيت عادي، وممكن اعمل بيها نضاره لبشرتي طالما بشرتي ما فيهاش حبوب وعرفت استخدمها صح، بس ما ينفعش ازود عن مقاس واحد، يعني اجيب نص واحد بالكتير قوي. طيب استخدم معاها ايه علشان خاطر احس بنضاره حلوه قوي؟ سيرم الهالورونيك اسيد الوحيده اللي يمشي مع الديرما رولر، ما ينفعش سيرم فيتامين سي ولا الفا اربيوتين. طيب استخدمها واطلع في الشمس؟ لا، ما ينفعش استخدمها وانزل تاني يوم في الشمس. يبقى يستحسن وانا بستخدمها ان انا اقعد في البيت، ابقى عارفه ان انا قاعده اجازه شويه كده، بلس استخدمها صح عشان لو استخدمتها غلط ممكن تعمل مشاكل عكسيه. زي ايه؟ ان هي ممكن توسع المسام، ممكن لو استخدمتها برضو غلط ان هي تعمل بيجمنتيشن وغمقان بدل ما هي تعالج. طيب ازاي؟ بان انا اجيب السن كبير اشتغل بيها جامد قوي. المفروض الطريقه الصح ليها ان انا اشتغل بيها من تحت لفوق عكس اتجاه الجاذبيه. دي اكتر طريقه. عايزه بقى تعملي بطريقه الزائد او طريقه الفي، ممكن من تحت لفوق كده، واستخدم معاها سيروم الهيالورونيك اسيد، بس اتاكد ان السيروم فيه من الانجريدينتس بتاعته فيها صوديوم هيالورونيت، لان ده اللي بيبقى مناسب انه يدخل جوه البشره، عشان لو السيروم مفيهوش صوديوم هيالورونيت مش هتحسي باي نتيجه، وممكن يحصل نتائج عكسيه علشان خاطر هو بيبقى معمول ان هو يبقى توبيكال على البشره مش ان هو يدخل جوه البشره، فلازم يبقى فيه صوديوم هيالورونيت. تعالوا بقى نتكلم عن تاني نيدل، وهي الديرما بن. طب ايه الفرق ما بين الديرما بن والديرما رولر؟ قلنا ان الديرما رولر نقدر نستخدمها في البيت، لكن الديرما بن ما ينفعش استخدمها في البيت، لكن استخدمها في عياده علشان على حسب الحاله بقدر استخدم السن والمقاس اللي يناسبني. طب هي بتستخدم في ايه اصلا؟ بتستخدم في حالات السكارز، اللي هي الحفر اللي بتبقى باينه قوي نتيجه الحبوب. كمان بتستخدم في البيجمنتيشن، في اكسده البشره، في النضاره، في التجاعيد الخفيفه، مع بقى الميزوثيرابي او الجروث فاكتورز المفروض بتتحقن معاها، الماده يعني المناسبه للمشكله اللي بتبقى موجوده في البشره. بنقدر بقى نستخدم السن والمقاس المناسب. فالديرما بن بتبقى اقوى ونتائجها احسن كتير جدا من الديرما رولر. اهم حاجه ان انا استخدمها عند حد متخصص وابقى متاكده ان السن بتاعي، السن ده بيبقى شخصي، هي مره واحده وبعد كده بيترمي. اخر بقى حاجه نتكلم عنها، وهي الديرما بلاننج. الديرما بلاننج دي عباره عن نيدل ظهرت مؤخرا، هي زي سن كده زي الشفره. دي المفروض بتعمل تقشير وبري للبشره، بنشيل اول طبقه من الجلد. في طبعا معلومات خطأ عنها، ان هي ممكن تزود شعر الوش، مفيش الكلام ده، او تطلعه اسود او زي الرجالة، مفيش خالص كده، بالعكس هي بتطلعه في دورة الشعر الطبيعية اللي هو كل 28 يوم بيطلع عادي وبيطلع خفيف. طيب الديرما بلاننج ينفع استخدمها في البيت؟ لا ما ينفعش، لازم حد متخصص يستخدمها لي. برضو بيبقى السن مرة واحدة ليا بيتفتح قدامي، ببدأ أشيل أول طبقة من البشرة، بتستخدم باتجاهات معينة بتكنيك معين، فلازم حد يكون متخصص يستخدمها لي. طيب انت لو عايزة تستخدميها وحاجة تديكي نفس النتيجة، ممكن نجيب بقى الشفرات اللي هي بتاعت فلامينجو، يعني بتدي نتيجة قريبة قوي منها. طبعا هي مش بتقشر البشرة قوي زي الديرما بلاننج، بس بتدي نتيجة كويسة، انت تبقي مبسوطه بيها. احلى حاجه بقى في الديرما بلاننج ان انت تقدري تعمليها وتنزلي تاني يوم الشارع عادي، تحطي السيرم بقى بتاعك او اي برودكت هتحطيه، البشره هتستوعبه بشكل حلو قوي. ايه الفرق بقى بين الثلاثه؟ اتكلمنا ان الديرما رولر هتبقى للنضاره بس، لكن هي مش بتعالج بقى بيجمنتيشن او حفر او كده، علشان هي استخدام شخصي، ممكن استخدمها مع الهيالورونيك اسيد.
لكن الديرمابان بتبقى في العيادات، وطبعا على حسب المشكله بنحط الميزوثيرابي المناسب للمشكله دي. بس الاثنين دول ما ينفعش ان انا اعملهم وانزل تاني يوم الشارع، لازم احط سان بلوك ده لو نزلت، ويستحسن طبعا ان انا في الحر ما انزلش خالص الشارع. لكن الديرما بلينينج اقدر ان انا اعملها وتاني يوم انزل عادي، بس احط سان بلوك. بعد بقى الديرما بلينينج لما بخلصها بشوف ان البشره بتبقى بيور، بتظهر بقى البيبي سكان، بتبقى زي بشره الاطفال، ده لو ما فيش مشاكل كتيره في البشره. فيعتبر ده تأشير حلو قوي، وينفع نعمله كل 28 يوم لشهر. فجربوها وقولولي، ولو عايزين بقى تستخدموا حاجة في البيت زيها وتديكي نتيجة قريبة، زي ما قلت نستخدم فلامانجو، دي بنجيبها الشفرات دي ومش بتزود الشعر، ما تقلقوش ولا بتخشنه ولا اي حاجة. اهم حاجة نستخدمها مع اتجاه الشعر، وما نستخدمش على عند منطقة المستقش. بكده نكون خلصنا حلقتنا، ولو عايزيني ابقى اطلع اتكلم عن كل منتج لوحده واعمله قدامكم سيشن لنفسي او لحد، قولولي في الكومنتس وانا هطلع ان شاء الله ونعمل سيشن مع بعض، واعرفكم ازاي نعملها وتدينا نظارة حلوة. لو في اي سؤال اكتبولي في الكومنتس، هستناكم.